بويس صافا بخير هاني ياك شو هذاك لا بنادم كيقراني مقلوع كيسحب له فهمتي كيشوفنا هذاك كنهضر دار في في اللايف فهمتي ما كنسب شو ولا شي حاجه ما كيسحب له شي كيليميني ولا شي حاجه حنا ماشي كن فهمتي راه مدرسه في داك الشيء بحق الناس كيتفرجوا فينا ناس محترمين وكذا واللايف كيبقى في لاشين وفهمتي وزيد اي واحد كيتفرج يقدر يسمعك كتسب سمعك كتسب كدير على طارو واش بغينا ندخل جهنم لا ايوا صافي

PC de qui j'ai fait un graphique intégré à d'une chauffe au PC m'a et qu'on fait processeur ou graphique externe car me quand le graphique externe mais si graphique externe, un PC graphique externe ça m'a mis si graphique intégré le processeur donc à et qu'on fait processeur ou carte graphique ok so donc moi même je vous baisse les sites je pense surtout شفتو سميتو شفتو المينياتور دونك غادي نشوفو مستون جيمنج غادي نشوفو الترا بي سي اللي حسنات حسنات لي بري ديالها بواحد الدرجه كبيره صراحه وتقديت معندهم مع انا البي سي اللي ركبت تقديته تقريبا المهم تقديت شي بياس من عندهم ولي بري صراحه عجبوني سورتو انهم كانوا عاملين واحد الصول كانوا عاملين واحد الرميس في شي حاجات وديك الحاجات هما اللي كانوا خصني دونك فهمت دونك صراحه الترا بي سي عاوتو لي بري ديالهم من بين لي سيت لانكلان صاحبي ما عندنا شي واحد يتقدم منهم كان اطلس جيمنج تا هو اطلس جيمنج كازا بي سي جيمر جو بونس مراكش و ميستونك طونجي دونك الناس اللي ساكنين في هاد المدن مثلا وبغاو مثلا بغاو شي حاجه اللي يشوفوها هكا ماشي ماشي يتقداو سوغ انترنت ولا شي حاجه دونك مثلا يتق... يشوفوا داكشي اللي كاين في انترنت ويمشيو عند المحل ولا ستور ديالهم ويشوف داكشي دونك اطلس اطلس جيمي كان في كازا مراكش أه... الترا بيسي، سي جو كاينه في مراكش اذا ما كتبتش أه... ميستونك كاينه في طنجة أه... غادي نشوفو كذلك كينغدم سولوشن اللي كاينه في الرباط بليتو كاينه في تمارة غادي نشوفو بيتا انفو بيتا انفورماتيك وجدة هادي جو بونس انتم عارفين القضية ديالها الناس ديال الشرق م... واجمل تحية للناس ديال الشرق دونك هادي بيتا انفو كاينه في وجدة لو كوان جيمر صراحة الصراحة شمن مي جو بونس غادي يكون كذلك تا هو في الشرق اذا ما كتبتش. ما عرفت صراحة العنوان ديالهم لادريس ديالهم دونك ما نشوفو زواليا كونتاكت نشوفو اذا كانت طلعنا لادريس ديالهم في الكونتاكت واش من مدينة اه، ها. نو ما عملنيش ما عملنيش صراحة خصنا ان... صراحة اذا بغيتي طلع خصك خسكت... سميتو خصك خسكت... خصك خسكت... تدخل جوجل دونك ندخلو جوجل نشوفو بعدا نعملو جوجل لو الكون... جايمر جيمر نشوفو واش من مدينة كاينة لو جايمر. جيمر اه... Le coin gamer ça a qui utilise Télécontact. On va voir Télécontact qui est géré. Casa Blanca. Donc le coin gamer ça va Casa. Je parle du coin gamer. Yeah my boys. Je parle du coin gamer ça va à Casa. Donc extragamer.ma gamer.ma. Je diffusion partout au Maroc. Je sais pas si je suis à Medina, Stordielo. On va Nador, centre ville Nador donc c'est un deux donc Shark qui est info ou qui un extra gamer. je pense Casablanca. Mieux vaut mieux voir Yep, Sharaf Ibn Maatad, mais Casablanca donc qui est un en Casablanca Atlas. Je pense à c'est un à deux donc à qui li. اللي غادي نشوفو واللي عنده شي سيت كونفيونس هادو شوف هادو لي سيت اللي كنعرف انا صراحة كونفيونس دونك تقدم منهم الدراري المهم كونفيونس غادي نعطيهم مثلا شي خمسة وتسعين في المية لأن تقدم منهم الدراري وبعض لي سيت هنا اللي كنعرفهم انا شخصيا تعاملت معاهم شخصيا دونك بحال ميستونك أه. جيمينغ تعاملت معاهم تعامل شخصيا الترا بي سي تعاملت معاهم شخصيا كينغدم سولوشن أه. سبونسوروني في سيغتان فيديو أه. بيتا انفو تعاملت معاهم شخصيا أه. كوان جيمر أه. كيتعامل معاهم اوبتيموس اوبتيموم برايس اللي هو واحد الصديق ديالي دونك وكي سبونسور جو بونس لي فيديو ديالو دونك euh, مادام انا انا شوف إن واحد القضيه اي سيت كي شي واحد في المغرب آه, كان كان فهمتي كان عطيه تحيه كبيره لان ماشي كاع لي سيت كي الدراري دونك آه, آه, صراحه في حال كينغدم سولوشن كنعرف انا آه, لو سي او ديالها فهمتي الطوبه ديال السكر بكل بكل ما تحمله من من معنى انا جو... انا ما نكذبش عليك ما كان اهم حاجه بالنسبه لي, لي ماشي هو لو بري اهم حاجه بالنسبه لي, لي هو المعامله و... وداك الكونتاكت اللي كيكون كي بينك وبين سواء الشركه سواء الباترون ديال الشركه ولا شي حاجه دونك كاين كدا زعما صراحه ولا سواء باترون ولا سواء الدراري اللي خدامين فيها كيعملوا خدمه زوينه بزاف نقيه بزاف دونك شنو غنكونو غنهضرو لو كوين جيمر كذلك سبونسوري اوبتيميم برايس دونك أ... 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 سيت واعر اصلا السيت باينه فهمتي بستيدي السيت السيد خ... مولا خاسر عليه دونك دونك سافا شني كاين اخر أه اكسترا جيمر أه عمري تعاملت معاهم جو أه بونس كنت نتعامل معاهم مي ما جو بونس واقيلا ما بقاش عندهم ستوك ديال شي حاجه كنت باغيها انا ولا شي حاجه دونك اكسترا جيمر غادي نعطي واحد 70% كونفيونس ما على حسب داكشي اللي وقع لي ماشي ما وقع لي معاهم حتى شي حاجه اكسترا جيمر ترونكيل كدا بالحق فهمتي انا يعني كنت خصني واحد لا بياس قالوا لي كاينه مي تخوت كنشوف مع اللي مكلف اللي مكلف بليطو ب بلونفو داكشي قال لي لا ما كايناش دونك غادي نعطي واحد على هذه القضيه ديال نعطي واحد 70% دونك اوتوماتيكمون مع هذه القضيه نقدر نعرفوا ان ماشي كاع لي بياس اللي كاينين سور لو سيت واخا كيعملوا لهم فالاب ما عندهمش في السطوك دونك فهمتي دونك, 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 دونك اكسترا جيمر غادي نعطيوها 70% بطوطه سيدي بطوطه نو فاكين ايديا ما عندي شي فكره على بطوطه صراحه مي بون شوف دي بوست ديال الدراري كيقول لك تقدم بطوطه دونك بطوطه هو نخليوها ولا خراني اوتونكا اوتونكا شوا ديرني شوا واخا عاملين بروميير ماغازين دو كايمين او ماروك ما عرفتش شمن علاش بازو على هاد القضيه هادي اخويا بي اس شوف انا نجيك من الاخر الناس بنادم اللي هاد القضية ديال بي اس 5 ب ب تلت... تلت... تلتاشر الف... تلتاشر الف دونك صراحة الكونسول في الوقت هذا ب... م... مشكلة سيرتو البلايستيشن خمسة مشكلة مشكلة صراحة دار عاملين بالبال ولا شاعل لهم فرجونا يا حباب الله فرجونا دابا تخرجوا تخرجوا تفرجوا شي كومبا برا وليد الاخوان اخوان ما كنشوفوش ما نشوفوش الدراري اللي كيبيعوا بجونغ كنشوفوا لي سيت دونك فهمتي انا الدراري اللي كيبيعوا اغلبيه ما كيكونش عندهم ان ستوك كبير ولا شي حاجه دونك حنا نحاولوا اننا نشوفوا لي سيت لان اول حاجه كيكونوا كونفيونس دونك عندهم واحد كيفاش عندهم واحد لا ريبوتيشن ما يقدروش هذيك دونك فهمتي دابا اي واحد يقول لي ولا انا تقديت بيسي مع فلان فلاني ولا تقديت بيسي مع ف ولا تقديت بيسي من عندي ولا شي حاجه انا عندي واحد لا ريبوتي مثلا في الدومين دونك ما نقدرش ان ايدي راسي نصرد لك شي حاجه ما خداماش ولا شي حاجه لان في الاخر تعود عليا بالضرر لان تموت فهمتي دونك غادي تشوا غادي تشوا الصوره ديالي وداكشي عليها كانت دائما على لي سيت لان لي سيت دائما كتكون عنده واحد الريبيتاسيون السيت كيكون بحال أه, نقولوا عنده واحد uh, عنده واحد لا باز اللي ما باغيش يخسر بالعكس خصو يربح بنادم اكثر من انه يخسر بنادم دونك اوتوماتيكمون مادام خصك تربح بنادم يعني خصك تعمل الطوب ديال السيرفيس اللي هتقدر تعمله دونك عليها غادي نتبازاو لي سيت وانا كيما شفتوا كاين بزاف ديال لي سيت ما بغيتش ما بغيتش ندخلهم تبازيت على لي سيت اللي عندهم لي ستور معروفين هذه انا بطوطه قلت لكم هذا نخليوها اخر حاجه لان عنده عنده ستور ديالو في كازا مي بون ما فهمتي ما ماشي ما دونك في حال مثلا قلت لكم اكسترا جايمر وباتوطا هادو نخلوهم في حال نقولوا الديرني شوا من اللي كاين في كازا وبغى يشوف يمشي مثلا السطور ديالو بلا شي حاجه اوكي دونك القضيه ديال آه شريت عند هذا ولا هذا هاد كنخليوها بوحدها لان هذوك كيخدموا فهمتي ما كيكونش عندهم سطور ولا شي حاجه الاغلبيه ديال الدراري كيخدموا من من الديور بحال مثلا بحالي تقريبا انا وصافي عندنا عندنا الحرب الأهلية في الدار إيوا لي لا يحضرك على الحروب الأهلية الحقيقية الدار مي كتكون عامرة وي شني لا يتغطى بصح ولكن هادشي دابا شوف خليت الغداء الاخوان وجيت وبقيت معاكم في اللايف شي باش شرف الحب احسن طاسة القهوة في العالم انت شوف هاداك في الكولور ديالي في الكحل والحل. و الطاسه ديال الطاسه هذه ديال... اللي كنشرب فيها قهوه هي ما كانتش كبيره على النص اللي كان في اللايف عندها شي 20 عام كنت صغير و عندي الطاسه هذه باقي ما تهرستش خمسه عندك تهرس اليوم اوكي اول ما نتغداش انا باقي معكم دابا باقي معكم أه... اوكي دونك شوف أه... غادي نبدأو. أه... دونك أنا هنا عام على اللي غادي تنتوما تاخذ واحد الفكره عامه اللي عندي انا على هذا لي سيت هذا دا دا. ابري دابا كي دابا زعما غادي ندوزو غادي نشوفو دونك أه أه باش باش الصراحه باش تشري بي سي باش تشري بي سي جيمر عندك جوج اختيارات يا اما تشري مفسوخ وتركبو راسك وهاد القضيه نوعا ما صعيبه سورتو إذا كنتي عمرك ركبتي شي بي سي علاش انا نعطيكم القضيه ديال انك شنو الفرق بين انك تشري بي سي معدل مركب وهذيك شنو انك تشري بي سي تركبو اول حاجه اذا ركبتي بيسي سي نتايا ما تعرفش دوز لي كابل دونك غادي ت... البي سي غادي يكون حقيقه مرون لانك او لانك اول مره غادي تركب بيان سور ما غادي اول حاجه ما تعرفش القالب ديال البواطي اللي غادي تاخد دونك السيستم ديال الكابلاج ديالو كيفاش كيمشي لان لي بواتي كاينه فيهم انواع وانواع وكل بواتي كيفاش كيتكابلا ديال كيفاش كيدوز الكابل م... هي كتعلق بالكابل مانجمنت فهمتي دونك واحد اللي يركب ان بي سي وعندو وم... اكسبيريونس كبيره غادي يعرف كيفاش يدوز الكابل لي كابل ولي كابل ما غاديش يبانو والبي سي ما غاديش يجي مشوه الوغ كل الناس اللي مع عمره هي بيسي ما عمرها ركب بي سي دونك صاحي تركب بي سي ما تعرفش كيفاش ما تعرفش اول حاجه كيفاش تماناجي الكابل الكابلاج ديالها فوسط فوصت... فوسط داك البواتي كيفاش داك البواتي اللي عدلوه كيفاش سيستم ديال الكابل مانجمنت ديالهم سورتو ان لي بواتي الرخاص اللي كناخذوهم حنايا مثلا بحال الايروكول بحال نوكس ما غاديش تجبر بزاف ديال لي ريفيو عليهم دونك لان اصلا هادوك سون دي مارك لي ماشي انترناسيونال علاش ايروكول مشي ماشي شي مارك اللي كبيره ولي بواتو ديالها ارخص لي بواتي اللي كاينين في العالم راه تقديريا اذا كانت البواتي حنايا كتسوى عندنا 700 درهم راه نورمالمون داك البواتي يلاه ساويه 30 اورو 35 اورو ماكسيموم دونك بواتي ديال 35 اورو لا سواء امريكان ولا اوروبا راه ما كيشوفوش الجهه ديالك يحسبوا هذيك راه زبل لان فريمون صراحه لان فريمون زبل فهمتي بحال مثلا الايروكو ماشي زبل مي بلوتو فهمتي اه. اه. زنقة زنقة حط فيها البيسي ديالك والسلام دونك فهمتي فيها ما فيهاش اقل الحاجات اللي خصهم نورمالمون يكونوا في بواتي فحال مثلا للأقل بوتي يكون فرافر. بوتي على الاقل بواتي خص يكون فيها جوج فرافير دونك كتجبر بواتي فيها فرفارة على الاقل بواتي مثلا يكون السايد بانل ديالها أه زاج كتجبر مثلا هذوك بلاستيك دونك وكاينه مثلا وكاينه الايروكون ماشي كاملين مثلا انا كنهضر على الايرو كنهضر مثلا على بولت على سايكلون هادو نوعا مرخص لان فهمتي ما فيهم حتى شي حاجه اللي غتخليهم انهم يكونوا غاليين دونك فهمتي كان النوكس نوكس لا نوكس صراحه ركبتهم ركبت نوفا ركبت سيجما ركبت نيون كاملين واعرين بواتي سوبر نكذبش نجيك من الاخر كاليتي باين عليه مركب مصنوع مزيان السايد بانل ديالو زاجو دونك فهمتي يعني هذه القضيه هذه انا بغيت إيه بغيت نوضحها والسلام اهم حاجه اللي كتشكل اللي كت تشكل هتشكل لك فرق هو انك واش باغي بي سي يبان نقي في المنظر ديالو ولا باغي البيسي سي تركبو لراسك وكيما جا تركبو تحطو تما وهادي وانا كنظن الاغلبيه مادام غتخسر واحد البيوتي غتخسر واحد الفلوس بيسي يكون مركب على حقه طريقه لي كابل مدوزين مزيان داكشي ما كيباش داكشي ماشي معيب دونك اوتوماتيكمون ان شي واحد بروفيسيونيل ديال الشركه اللي غادي تركب بيسي راه بيان سور غادي تركب بيسي احسن من اللي تركبو نتايا لانك اول مره واخا تفرج فيديو شحال ما تفرجش لان انا قلت لك العلاقه كامله فاش كتبقى اه البواتي دابا الفيديو اللي غتفرج يوريك كابل مانجمنت في بواتي اخرى بحق مي جيب ديك البواتي مثل اللي مثلا اللي تاخد انت الكابل مانجمنت ديال ديك البواتي اللي تاخد نتايا ماشي هو الكابل مانجمنت ديال بواتي اخر فهمتي دونك اه كاين فرق فهمتيني كاين كاين فرق اوكي أه, هم. أه دونك المهم هذه القضيه هذه و دونك انا نصيحه الناس اللي عمرهم ركبوا بيسيات وبغاو ياخذوا بيسي من الاحسن انهم يجيبوه مركب فهمتي دونك باش البيسي كيكون مركب مزيان أه البيسي يكون على يد الشركه دونك ما تخافش ان اذا وقعت له شي حاجه ولا شي حاجه فالبيسي كيرجع الشركه كما كي كان دونك اوتوماتيكمون حيت هما اللي كيتحملوا المسؤوليه حيت هما اللي ركبوه دونك اذا وقع شي مشكل ولا شي حاجه فانت ما كتخافش لان البيسي كيكون مركب من عندهم ما كتاديش انت الوغ مي كتركب ولا شي حاجه يقدر مثلا انت فريمون تعملتي شي مشكل وما بانلكش داك المشكل اللي عملتي ويوقع لك شي مشكل في البيسي وتردو ويزدق ويصدق وطيح في مشاكل دونك من الاحسن الدراري اللي ما عندهمش اكسبيريونس في التركاب ديال البيسي انهم فهمتي هاد تشري بيسي تشري بيسي علاش خاصك تحمق راسك تركب وكذا وهادي وهادي فهمتي خليه هما اذا كانت عندك اكسبيريونس ولا كت... ولا كتعرف شي واحد صاحبك عنده اكسبيريونس في البيسي جيب داك البيس وعطي لصاحبك يركب وانت شوف فهمتي المره الاولى تقدر تشوف المره الثانيه تعلم مهم تأخذ فكره وصافي كيفاش كيتركب داكشي دونك هذه هي النصيحه ديالي اول حاجه دونك انا قلت لكم في هذا اللايف هذا غادي نهضروا على قضية ديال ارخص بي سي ماشي المهم غادي نحاولوا اننا نشوفوا ارخص بي سي يكون فيه بروسيسور وكارت جرافيك لا رام وداكشي هذيك الشيء كيبقى على حسب حنا نعملوا المينيموم نعملوا مثلا نعملوا مثلا أه... 8 جيجا فمثلاً نعملو يعني مثلا مينيموم بالنسبه للرام 8 جيجا بالديسك دور دي غنعملو مينيموم اس دي دي ماشي ضروري سم الاس اس دي لان حنا كيما قلت لكم غنعملو واحد البيجي دي نوعا ما محدود دونك غنمشيو فهاد القضيه هادي ديال ان مثلا نعملو اس دي دي وما نعملوش اس اس دي تنطور من بعد مثلا الامور ولا شي حاجه يكون عندك واحد المونطون واحد المبلغ شي 300 درهم 400 درهم تقدر تزيد بي اس اس دي في بي ديالك دونك حنا نحاولوا اننا نجبروا اقل حاجه اقل واحسن حاجه في فهاد الكونسيبت هذا اوكي okay. دونك مدام عن جبرو اقل واحسن حاجه نحاولوا ان نشوفوا لي باك لان لو ان ما لي باك يكون رخاص على اذا شرينا بيسي مفرق دونك غادي ندخلوا لي سيت دابا في لي سيت غنشوفوا لي باك فقط ما غاديش نشوف في البيس الوحده غادي نشوفوا لي باك دونك غادي اول سيت غادي نبداو بين نبداو بميستونك دونك نشوفوا لي بيسي جيمر اللي كي بروبوزي هذا لو سيت هذا دونك بي اه هذا فيه برومو باق هدا باق هذا اون يمكن عندهم يمكن ما عندهمش مي بون هذا نيفو طالع هذا رايزن 5 3600 تي اي دونك هذا ما هذا انيغيوه ارخص حاجه 500 ار تي اكس 2060 برومو هذا اه هو اه البواتي اللي كنت في بلاصة ديال بيك وايت مي بون في الاخر صدقت خديت بيك وايت ما خديتش هدا. اه لان بيك وايت ديال الفونتيلاسيون ديالو حسن من هاد حسن من كورسير هذا اه جو بونس كورسير أه تنسى الاسميه ديالو المهم هذا سيتش من كورسير هذا اي كيو شي حاجه اه اي سي يو او اه ما عرفتش اه دونك بالنسبه اه لميستون جيمين جو بونس ارخص بي سي عندهم هو هذا 8500 غادي ندخل نشوف هذا البي سي هذا دونك ريبتور دو ستوك يعني ما كاينش مي بون غادي نشوفو نشوفو مادام ريبتور دو ستوك دونك ماشي هذا ماشي ماشي ما كاينش ما كاينش ما كاينش عندهم في في ستوك مي بون غادي ناخذو هي فكره بعدا شوفو نشوفو الثمن واش مزيون ومقارنة بالاثمنة اللي غادي نشوفو في لي زوتر سيت و داكشي انتل كور اي 3 مع 10100 دونك 10100 هذا جو بونس غادي يكون اف يعني ما فيهش غرافيك انتغري ولا فيه غرافيك انتغري دونك جو بونس مادام عاملين اي 3 10100 و جو بونس هذا واقيلا يمكن فيه غرافيك ديالو انتغري ام uh, اس اي اش e 410 ام اي برو كارت مير سامبل ديالنا بوغ ان بروسيسور ديال i 3 10100 دونك اي 3 10100 ما كيت اوفر كلوكاش باي ذا واي الخوت لي uh, بروسيسور انتل فقط اللي كيت اوفر كلوكا هما لي بروسيسور اللي كيكون فيهم كا خصك تجبر كا هنايا دونك هذا ما فيهش كا دونك باكيت اوفر كلوكاش أه، بالنسبه ل 3 و 5 كي سيبورتيو يلاه 2666 ميغا هرتز في الرام ديالهم دونك بوغ ان ام اس اي 1410 اي برو ترونكيل تيم جروب ذا الالتيميت فورس دلتا هاد اتفورس هاد الالتيميت فورس هاد تي فورس دلتا الالتيميت فورس ديال ازوس المهم دي شوف هاد هاد اللي كنشوفوا هاد القضيه ديال هاد لي رام هادو لي رام اه عندهم شراكه تيم جروب الاسوس دونك كيجيو كو حال كيجيو في واحد شراتي صفر ديك الساعه نوريهم لكم في هنايا تيم جروب تي فورس دلتا توف 8 جيجا 3200 ميجا اوز صراحه 3100 ميجا اوز ما بوغ ان كور اي إيه 3 10100 دونك وكانوا مثلا غير يقدروا يهبطوا مثلا لو بري ويديروا مثلا ديال 2000 2660 دونك بزاف الناس ذكروا غلط في هذه القضيه هذه كيشبروا مثلا دي, دي, دي بروسيسور بحال مثلا, مثلا يعني ما اي 3 10100 يقول لك لا زايده و ما ديك زايده باغي ما يعني له ما فهمتي داكشي نيفو عالي عليه ما, ما يدي ما يجي فهمتي لان انتل مي خرجت للديزيام جينيراسيون خرجتها اي 3 و اي 5 جو بونس كي سيبورتي حتى 2666 و أو جو بونس اي 7 و اي 9 كي سيبورتي حتى 3000 هادشي م... ماشي متاكد منه مي اللي متاكد منه ان اي 3 و اي 5 كي سيبورتي في ديزيام جينيراسيون كي سيبورتي حدهم 2666 ميغا دونك 3200 ام ام واحد حاجة غاليه اللي ما منها دونك

المهم هذا آه, اس آه, دي آه, آه. زوين بزاف سياجيت باراكودا واحد تيرا 7200 ار بي ام سياجيت باراكودا احسن اس دي احسن دي دي اللي يقدر واحد بوغ بو البي في آه، باراكودا اذا كنت تاخدو بوغ ان سي جيمر دونك سياجيت جا... سيا باراكودا احسن احسن من احسن من ديجيتال نوكس يورانو 650 دلوات 80 طوب دابا بخير غادي تساي دابا بغيتي تابغريدي البي ديالك من بعد تجيب شي اي 5 ولا شي حاجه ولا مثلا تبدل تا كارت جرافيك جبتها تا 2060 ولا 2060 سوبر ما غاديش تبدل بوط د غادي تبقى كما هي باي ذا واي ام اس اي اش 410 ما غاديش تسيبورتي ديك حت... أه... جينيراسيون 11 اللي غادي تخرج دونك أه... الاش 410 ما كتسيبورتيش جو بونس الاش 410 والبي

كتجيب راه صاحبي بروسيسور زوين وكذا هادي وما يجي معاه كولر حازق أه, كولر ماستر مي بون عاوتاني كتجبر داك الكولر عاوتاني أه, علاش بحال لان اصلا البروسيسور ما تقدر لا تاوفر كلوكي ما تقدر تعملو والو فهمتي تا 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 لي رام ما تقدرش تاوفر كلوكيون في الاش 410 دونك أه, فهمتي أه, كو... سا مي بون سا كولر ماستر تي اكس 3 اي كيجي سامبل هذا ما كيجيش فيه <applause> تاع الار جي بي كيجي صغير مي بون كافي انه يبرد البروسيسور سون اون بروبليم واخا في <applause> الحراره تا <applause> بواتي هو هذا نوكس جيمر ام سي برو بلون كولر زوين بليطو بواتي زوين بيان سور ماشي مثلا عندك يسحب لكم هذه التصويره البيسي الحقيقيه <applause> فهمتي هذا شكايطولو كولر ديال الهيمر راه ما كيوصلش بزاف في المغرب صراحه الكولر اللي كي... اللي اللي واتر كولر اللي كاينه في المغرب بزاف هما كولر ماستر ديب كول تا هما كيدخلوا بزاف ايرو كول تا هما عندهم هذيك رغم اني ما كنصحش ب... ما كنصحش صراحه بالواتر كولر الخاص واتر كولر اذا ما كانش يساوي 1500 درهم ما كنصحش به لان كيكونوا فيهم مشاكل صراحه لي كولر رخاص لي واتر كولر رخاص كيكونوا فيهم مشاكل أه أه مثلا في حالي انا كنت ناخذ أه كنت ناخذ ديك ماستر كولر ماستر كولر لا كولر ماستر ماستر ليكويد 240 bon. ار أه جي بي مي بون ما بغيتش ناردل لان فهمتي ماشي شي ماشي شي كولر اللي واعر دونك صدقت خديت بيك وايت دار كروك ربعه الناس اللي تفرجوا راه كنت عملت عليه واحد لا في اه الريفيو اه صدق حسن من داك صدق حسن اول حاجه مستيلي سورتو انا ما خصنيش داك البوتي يكون عامر بزاف جي بي وداك التخرب خصني كولور خصني بوت يكون نوعا ما مستيلي وبكويت صراحه مستيلي بزاف او كولور ما فيه لا ار جي بي لا والو بحق الديزاين ديالو واعر بزاف سورتو داك السطح واعر بزاف وعاد انا خديت بواتي بواتي اللي خديت خديت بكويت دونك بكويت بواتي وكولور بكويت عطا واحد عطا واحد الديزاين شويه زوين دونك خلينا دونك النصيحه ديالي رخص. لي كولور رخاص سميتو Euh... لي لي الـ... واتر كولر الرخاص بعدو منهم لان اصلا السيستم ديال الواتر كولر نوعا ما نوعا ما ديفيسيل دونك تاخد 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 ان كولر اير رخيص ماشي مشكل انك احسن من انك تاخذ ان واتر كولر رخيص دونك لان الكولر العادي كيكون الديزاين دي ديالو ساهل طرف ديال الحديده مركبه فيه فرفاره اي فوالا انت كتبرد بروسيسور ديالك واتر كولر لا واتر كولر مع السيستم ديالو صعيب شويه سورتو سورتو ان خصو يتركب بواحد الطريقه اللي ماشي اي طريقه يتركب بها باش كيطول كي كيكون فيه نوعا ما صداع لان كيكون ماشي شي كاليتي كبيره أه، ديالو نوع أه، لحسب، لحسب أه، نوع الطوبوس ديالو كيكونوا نوعا ما على حسب على حسب الطوبوس الطوبوس اللي لي واتر كول اللي غاليين نوعا ما الطوبوس ديالهم كيكونوا مغلفين مزيان دونك ما كيعملوش داك الصداع ملي كيدوز فوسط منهم الليكيد كذلك أه، أه، الكولر اللي كيتركب فوق البروسيسور ملي كيكون دي كاليتي داك الفرفاره ديالو ما كتعملش صداع ملي كيكون رخيص كتمسطع نوعا ما كنهضر على كولر ديال السوكيت ماشي الفرافر ماشي ماشي هاد الفرافر هادو كنضر على هذا دونك فرا ماشي مشكل فرا اذا كانت عندك غير اذا كانت عندك غير شي كارت مير زوينه تقدر تحكم في لا فيتيس ديال فرا دونك اذا كانوا كيعملوا صداع دونك تهبط لهم شويه من السبيد ديالهم وما غاديش يبقاو يعملوا صداع المشكله فين المشكله في بوابق تقدم ما ديك بر, بر 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 بق كيكون هنا السوكيت كيكون كي نوعا ما كاليتي ناقصه فهاد تسمع فهمتي غادي تسمع التبوقيق ولا شي حاجه دونك هادي القضيه هذا هو البيسي اللولاني دونك ستيرف... سلايفر ايوا الفيروس سلايفر اليت بالنسبه لميستونغ الراي ديالي عامه في هذا البيسي هذا سافا بوغ لو بري بري نوعا ما طالع شويه القضيه اللي اللي خصها اللي نورمالمون نقدر نموضي فيها مثلا انا اذا كنت ناخذ في حاله البيسي هذا غادي نحاول انني نقلب, على دي رام رخاص على هادو لان 3200 نوعا ما يكونوا شي 1200 درهم حتى 1300 دونك نحاول انني نقلب على لا هادي 8 جيجا 8 جيجا دونك 8 جيجا تكون دابا هادي 8 جيجا غادي تكون شي 600 درهم ل 650 درهم تقريبا دونك نحاول انني نقلب على شي حاجه ب, ب... واخا نقص المهم نقص صراحه 100 درهم مي بون فهمتي ما نستافدش حاجة... انا من ديك 3200 دونك ما عنديش ناخذ صراحه دونك هذه الحاجه الحاجه اللي نقدر هي الصراحه في 8 جيجا ما غاديش ما غاديش تعمل لك فرق كبير مي بون ف... اذا كانت عندك 16 جيجا 8 8 فغادي تعمل لك فرق دونك 200 درهم راه فلوس جيجابايت اس اس دي زوين آه باراكودا هو هذاك نوكس جي تي اكس 1650 آه ديال كارت جرافيك واعر بزاف سيرتو في الازوس ديال عندهم كارت جرافيكات واعرين احسن من كاع من احسن من جيجا بايت العاديين حتى من إم اس اي ديك فينتوس اكس سي آه ديال احسن بزاف كارت كارت جرافيك كتجبرك كاليتي بالنسبه للكولر كتجيني شي حاجه سكوندير فهمتي هذا ما نورمالمون فهمتي اي 3 10100 كي كونسوميش بزاف, بزاف ما كيتخونش بزاف ما غاديش اوفر كلوكي دونك اه مي بون كولر ماست هذا اه هاد كولر هذا ماشي ما جو بونس الثمن ديال شي 300 درهم ماشي حتى بزاف ونوكس عاملين نو اه نوكس هامر المهم سافا ما غاديش نعطي ما غاديش نعطي النظر ديالي الاوليه على هذا لان باقي ما شفتش باقي ما كومباريتش دونك دابا غادي ندوزو

3600 مع جي تي اكس 1650 سوبر ب 9000 دونك هذا شحال كنا شفناه 8500 دونك غادي نشوفوا شي حاجه غادي نبقاو في داك 8500 الا اذا جبرنا شي حاجه رخيصه على 8500 هذا 8600 رايزن 5 3600 و 8000 وشي حاجه شحال قلنا هذا 8000 هذا 8500 دونك بري طالع نورمالمون مقارنه بالبري اللي كاينين في الترابيس اوكي دونك نبدا نشوف رخيص نشوف بعدا ارخص حاجه عندهم ومئة 7130 ديرنيير ارتيكل اون ستوك باقا ارتيكل وحده دونك أه نشوفوا بعدا الكونفيكشن يفوز منا سيا جيت باراكودا واحد أه بسم الله رام كورسير فينجنس ال بي اكس سيريس 8 جيجا دي دي 4 3000 ميجا هرتز سي 16 هذا هادو أه هادو هادو دي رام لو بروفايل ديال كورسير دونك كيجيو بلا ار جي بي بلا والو كيجيو كحل جو بونس لعاب بزاف الناس غيكونوا لاحظوهم لان مشهورين في العالم بزاف الناس اللي ما كتبغيش تاخذ

يقدر اذا اوفر كلوكيتو يقدر يرجع تقريبا بحال اه يرجع تقريبا بحال شبرتي الرايتن 5900 اف و اوفر 3.5 3.5 3.6 اذا وصلت هنا 3.5 فاوتوماتيكمون راك راه احسن را من احسن من رايزن احسن من رايزن 5 2600 احسن من رايزن 5 2600 في الجيمينغ سورتو ان كي دا 3.5 فات اوفر كلوكي سينجل كور و ملتي كور دونك الرايزن 5600 2600 اه ما كيقدرش يوصل داك البوست اللي كيوصل له لان الرايزن 5600 جو بونس 3.4 3.4 اذا تبوستا غادي يوصل ل 3.8 مي اذا وصل ل 3.8 ما غاديش يوصل لا في الملتي كور غادي يوصل لا في السنجل كور دونك اون جينيرال اذا شباتي اي ام دي رايزن 5600 اي فو اوفر كلوكيتي فهادي هادي يكون تقريبا احسن من رايزن 5000 2600 وغادي تقتصد عليك واحد البركه رغم ان رايزن 5000 2600 شي جو بونس 1900 ولا 1000 اها غتقتصد عليك واحد شحال حد 200 درهم 300 درهم تقريبا دونك بواتي كوغار زوين بزاف هاد بواتي رغم جو بونس با انه ار جي بي في القدام ولا في في اللور ما كيبانش ار جي بي قدام جو سي با واش فيه جو بونس فيه واحد شي لعيبات ار جي بي اها اه. اه. بالنسبه جرافيك باليت جي فورس جي تي اكس 1650 جيمنج برو او سي ما تدخلوش بعد جيمين برو يسحب اه. لكم شي حاجه راه هاد الازيوس هادي ازوس اه. دويال احسن منا ب 1000 درجه احسن باليت احسن باليت 1000 درجه دونك اه. لو بري كيعطي واعر بزاف صراحه 7 قل 7200 درهم دونك آه... مثلا اذا كانت عندي هاد لا كونفيك الحاجه اللي غادي نبدل فيها انني غادي نزول هاد الام اس اي ا 320 نحاول انني ناخذ آه... شي حاجه زايده عليها الله جا... آه... يجع مثلا نقدر نزيد آه... شوف عبداتي تقديريا اذا زدت 800 درهم غادي ناخذ اذا زدت تقريبا 8 800... آه بحق 800 درهم غادي تطلع لنا لو بري غادي يرجع 8000 اذا خديت اذا زدت 800 درهم فنقدر مثلا ناخذ اون كارت ميغ اللي غادي نقدر نوفر كلوك بها البروسيسور ديالي اللي هي مثلا الاورس بي 450 إيليت، تساوي شي 1600 درهم بحال هكاك نقدر نوفر كلوك بها البروسيسور ديالي وغادي نصدق عندي رايزن 5600 اف بحال اللي عندي رايزن 5600 ومنقص لو بري واخد كارت ميغ زوينه مي غتعطيني منظر في البيسي دونك جو بونس المشكله ان المشكله غنرجعو ان, ان البواتي لا ما صالحش البواتي ما غاديش البواتي ما غاديش يسيبورتي ما غاديش يسيبورتي ميكرو ا تي اكس ما غاديش يسيبورتي لك بي 450 اويرس ايليت خصك دبر بي 450 ام اويرس ايليت ميكرو ا تي اكس خصها تكون دونك كارت ميغ خصها تكون ميكرو ا تي اكس يعني تكون فحال تقريبا صغيرة بحال الام اس اي ا تلتميه و عشرين اي برو ماكس ما تجبر هاديك خصك يعني ما تجبر بازوكا ولا تجبر لا تجبر مورطار امور طرفين شي برا صعيبه دونك المهم اون جينيرال صراحه بريزون بزاف قلت في الاول انا قلت في الاول ديال الفيديو الترا بي سي رجعت كتمدي بريزونين 7200 بوغ ان بيسي بحال هكا زوين بزاف البروسيسور صاد لي كورت ديال ثريت انا قلت لكم اذا قدرتو اذا خدا شي واحد شي كارت ما احسن من هادي يقدر ي اوفر كلوكي دونك سافا uh, so uh, بروسيسور زوين بزاف غادي تقدر تلعب به تقدر تستريمي به تقدر تخدم به آه, آه, ادو فوتوشوب المهم السيري ديال ادوبي كامله تقدر تخدم بهاد البروسيسور سو اون كاب بروبليم رغم انه زين واحد زين الاول مي بون كارت غرافيك غادي تقدر تلعب بها تخدم لك لي جو اللي مطلوبين دابا في السوق تخدم لك حتى سيغتان جو اللي حتى الان هاديك حقا تخدمو حاط كاليتي ناقصه بحال مثلا سايبر بانك وداكشي جي تي اكس 1650 غادي تقدر تخدم سايبر بانك حقا تخدمها بواحد كاليتي اللي نوعا ما اللي أم... نوعا ما ناقص اوكي أه أم... ساك بلاد ساكن ساكن في المريخ اخويا انا يعني شويه فضائي اوكي okay, دونك uh, هذا uh, مثلا اللي يقدر مثلا اذا كان شي واحد غادي يستريمي يزيد شي 8 جيجا اخرى دونك uh, مثلا شحال هذه 590 يزيد شي 8 جيجا uh, 590 قول 600 درهم اذا زدنا 600 هتجيك 7800 7800 ب 16 جيجا uh, و سورتو ان اذا اوفر كلوكيت أو, اذا اوفر كلوكيت 5600 غادي uh, تقدر تستافد من 3000 ميجا هرتز لان الريزن 5 لان الزين الاولانيه جو بونس كات 2000 حتى 2900 93 ميجا هرتز اذا فوتيها غادي يبقى يكراشي لك البيسي أه، سورتو اذا إدم... اذا ما كنتيش ام اوفر كلوك البروسيسور اذا كنتي ام اوفر كلوك البروسيسور فاوتوماتيكمون غادي تقدر تزيد غادي تقدر غادي تقدر تزيد في في, في في الفولتاج ديال في الفولتاج ديال لي رام دونك اوتوماتيكمون مغد... <applause> غادي دونك اوتوماتيكمون غادي تقدر توصل ل 3000 دونك صراحه هذا شو زوين بزاف هذا البيسي هادا هذا ننصح به اي واحد آه رايزن 5600 اف 8 جيجا 1000 آه جيجا 8 جيجا بالنسبه للرام الرام زوينه آه 1000 جيجا ديسك دير و جي تي اكس 1650 رغم انها باليت مي بون سا باس ماشي شي حاجه دونك نشوفوا euh, شي نشوفوا ان نشوفوا شي شي بي سي اخر uh, هذا أه جو بونس uh, هنايا اذا بغيتي تاخذ جو بونس هادو فوتوكوبي د باطون هنا اذا بغيتي تعمل 1650 وهنا اذا بغيتي تعمل 1650 سوبر غنشوفوا ال 1650 سوبر شمن شمن موديل اه دونك الايرو اي تي اكس 4 جيجا جي دي ار 6 uh, كتجي في الفرفره وحده سافا مزيانه 1650 ايرو اي تي اكس رغم ان البري ديالها طالع شويه نورمالمون مي بون uh, تايا الام اس اي ا 320 هذه صراحه هي اللي مخيبه شويه لا كونفيك كانوا عملوا شي ب 450 رغم ان بعد زاد شي 100 درهم مثلا على حسب لو بري اللي كيحطوه هما مي بون bon, انا جو بونس ب 450 ما غاديش تكون فايته 850 درهم أه... لا ما غاديش تكون فايته 900 درهم تقريبا كاين رغم ان كاين اللي كيبيع ب 1000 درهم دونك Donc... تقدر <applause> مثلا دابا هادي حاطينها ب 790 نورمالمون البري فالاب خصو يتحط بها خصو ديال تحط ب 900 درهم دونك غادي درهم وتقدر كلوك رغم ان الاوفر في الام اس اي غادي تاوفر كلوك هو واحد الاوفر كلوك اللي غادي تقدر تيبورتي لك الكارت ميرو السلام وغادي تبوستي وغادي تبوستي البروسيسور ديالك هذا 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 الشيء اللي كيبان لي صراحه اوكي دونك هادو هما اللي اللي ارخص بيسيات اللي شفنا في شفنا في ميستون جيمنج شفنا في في الترا بيسي الترا بيسي جو بونس هذا هذا اللي شفناه الاول احسن شوا 7200 درهم اوب مهم انا okay. نخليوه هذا و نخليوه هذا هذا ندخلوه نخليوه هكا محطوط غندوزو نشوفوا أتلاس جيمنج لي كونفيغ أتلاس جيمنج اوكي دونك ستوك ليميتي ستوك ليميتي خليونا على الدخله ستوك ليميتي هذا 9900 9900 هذا نايس هذا 9900 على فمه حنا قلنا اصلا آه... غادي نبقاو في البيج ديال 8000 غادي نشوفوا هذا رغم انه كيتعتبر كد... من البيج ديال 9000 بليتس دونك جو بونس هذا هو هذا هو البواتي اللي خدامين به دونك نبداو انتل كور اي 5 9400 اف جينيراسيون نوعا ما قديمه هاد البروسيسور هذا ما فيهش الهايبر ثريدين دونك فيه <applause> فقط <applause> 6 كور 6 ديال ثريدز اون جينيرال ما صالحش ما صالحش ستريم لان مثلا اذا كنت ناخذ هذا الانتل اي اي 5 9400 اف غادي نمشي ناخذ بكل رجوله غادي نمشي ناخذ ام دي رايزن 5 1600 اف رغم ان رايزن 5 1600 اف قديم على 9400 مي بون في ست لي كور تنازيا ثريدز دونك اوتوماتيكمون غادي يعاونني في الملتي تاسكين اذا كنت Adobe. غادي نخدم بروغرامات ديال ادوبي نخدم مونتاج دونك غادي يصلح لي انني ناخذ ام دي رايزن 5 1600 احسن من انني ناخذ احسن من انني ناخذ هذا انتل كور اي 5 9400 يصلح لي مثلا اذا خديتو يصلح لي لي ماشي شوف هاد القضية ماشي هذا ما يخدم لك تدخل بروغرام بروغرام ماشي تا عندك الدراج مي كنهضر لك على لا فالور شني داك البروسيسور شني كيقدم في بلاصة ما ناخد انا انتل كور اي 5 تسعالاف وربع اف غادي ناخد رايزن 5000 اللي وستمية لي حسن منو غادي يعطيني اداء افضل بالنسبه بالنسبه اللي كنت غادي ناخذ ان بي سي وغادي نعمل فيه بزاف مثلا بحال الناس اللي ياخذوا بي سي هما كرياتور دو كونتوني فهمتي دونك اه فهمتي ناخذ مثلا رايزن 5600 احسن اوكي دونك نرجعو نكملو انتل اه كور اي 5 اه 9400 كولر ماستر هايبر اش اه 410 ار ار جي بي هذا هذا كولر ديال البروسيسور دونك تهدم تهني على كولر ديال البروسيسور اللي كيجي هنايا وهذا نوعا ما انا قرار كان لان أنا... فهمتي رغم هادشي هد... دا كان كيجي لا اه... اي 5 سانك... اي 5 9400 اف كيجي معاه كولر كيجي مع كولور وتا هذا اللي كنا شفنا ما عارفش هذا مع ديزيام جينيراسيون عمري فتحته صراحه هذا اي 3 10100 عمري فتحته دونك ما نقدرش ناكد لكم واش كيجي معاه هذا لا هذا كيجي مع كولور ديالو دونك كولور ماستر جير ريغولار <applause> كيحسبوا كازمين زعما تا سميتني ما اشني سميت تر... الترمل باد <تأكلم> لا بات تيرميك تا هما كتمي سميه زعما راه فهمتي راه تاع عام ولا بات تيرميك الصاد راه كتجي مع الكولر ماستر هايبر ايه برو هذيك مقه... وما اه خصناش هاد لا بات تيرميك حنايا لان هاد لا تيرميك ما غاديش نعملها انا بوغ ان بروسيسور اللي ما غاديش نوفر كلوك ما غاديش نحتاج الاوفر كلوك ديالو فهمتي وهذا كولر ماستر الهايبر 1410 كيجي مع لا تيرميك ديالو دونك ما عندكم بلاص تزيدوا تعمروا لنا زعما تبان زعما بلي عامره المهم سير على جيجا بايت اش 310 ام sv 2.0 euh, ça va ça va ouais ça va oui, c'est suis chose mais bon Asus As TUF SGTX As As 1650 Super juge uh, ventilateur donc Asus TUF super carte graphique ça va Team Group Vulkan 16G mhz ça va H310 uh, اصلا ما كتسيبورتيش كثر من هكاك اي 5 9400 اف ما كتسيبورتيش كثر من 2660 دونك uh, اختيار مزيان سي باراكودا واحد تيرا تيم جروب جي اكس اس اس دي 120 جيجا دونك الاغلبيه كيما شفتوا الاغلبيه كيخدموا بسيا جيس باراكودا دونك هذا دون هو النصيحه اللي ننصح بها الدراري ياخدو ياخذوا شي ياخذوا شي اس دي دي انهم ياخذوا سي باراكودا لان صالح للجيمنج بزاف تيم جروب جي اكس واحد اس اس دي 120 جيجا uh, هاد التيم جروب لا يقارن ب لا يقارن بجيجا بايت بوغ لي اس اس دي لان الاس اس دي هي جيجا بايت واعرين بزاف هنايا ما إس الاس اس دي دونك هنا, الـ SSD, هنا عاملين اس اس دي دونك اون جينيرال جيجا بايت اس دي حسن جيجا بايت اس دي حسن شنو اخر نوكس هومر 650 واط برونز 80 صافا دارك فلاش نيو مينت وغوز مينت هو هذا الكولور هذا وغوز هو غوز دونك عندك جوج اختيارات يا تاخد هذا الكولور هذا يا تاخد الغوز دونك اذا كنتي لوبيا غادي تاخذ الغوز كنت راجل ما غاديش تاخذ هذا ما انت تاخذ الغوز تقول لهم دبر لي شي واحد ولا تاخذ هذا وتبقى يما في الكحل صاف ام كاين المهم كولر ماستر ماستر فان ام اف 120 هالو 3 ان وان هادو هادو سميتهم هادو لي فان اللي كيزوق كي بهم البواتي لان جو بونس البواتي اصلا كيجيب بلا كيجيب بلا بلا فرفاره ولا كيجيب فرفاره وحده اللور نتاكدوا شوفوا. رغم ان هاد البواتي هذا لا علاقه كيجيني كيجيني فهمتي اللوك آه. اوكي ها آه هو كيما شتو كيجيب لا كيجيب لا فرافر دونك هما كيزيدولو فرافر ها آه هو كيفاش كيجي في, كي في الغوز ها آه، هو كيفاش كيجي آه، تصاور اصاحبي تصاور ديال الفقراء عند الناس جوجل هذا ايش شي تصاور اصاحبي واضحه اصاحبي واضحه الصديق اوكي ها هي هو هذا دونك يجي بلا فرافر آه، دارك فلاش كولر لا علاقه دابا ب... مثلا اذا خديت انا بحال هاد البوتي هذا ما يصلحليش ماشي ما يصلحليش صعيب انه يصلح لك لان خصك اذا كنت تركب ماشي يعني السيت كامل خصك تبازي على هذا الكولر هذا ولا شي كولر اللي تكون اسورتي مع هاد الكولر هذا وبما انه هو كولر مفتوحه خصك خصك شي حاجه اللي

ما في حتى الفرفاره الاخرانيه ما خسرناش دونك يتسنى لان اذا عملوا فرفارة... انا نشرح لكم اكزاكتو لان اذا عملوا فرفاره في هذا البوتي هذا اذا اه... عملوا فرفاره ار جي بي غادي تقام عليهم غاليه وغادي يطلع الثمن دونك اذا اه... عملوا فرفاره عاديه ما غاديش تجي في داك ال... في الديزاين ديال البوتي لان <applause> فهمتي دونك شنو قال لك ما نعملوش الفلافل خليه هو يدبر راسو يشري الفلافل علاه هنايا في الباك زادو زادو لي فان جو بونس بالنسبه لبواتي سيرتو ان هاد البليت هذا نورمالمون خصها تكون كونفيك ايكونوميك اقتصاديه دونك شي حاجه جاوني هنا اي لوجيك مثلا بحال انتل كور اي 5 9400 ما عندك علاش تعمل له كولر واخا حنا نتقبلوا هذه القضيه ديال الكولر رغم ان هذا الكولر غالي يعني تساوي شي نشوفو ها هو تساوي خمسمية درهم و لي فونتيلاتور لي عاملين ساويين سبعمية درهم دونك زولتي سبعمية درهم من هاد زولتي سبعمية درهم ما يبقالكش ما يبقالك ما يبقى لك زيرو فونتيلاسيون في البواطي، دونك هاد القضية هادي صالحاش ضروري خصو على الاقل على الاقل مينيموم تكون فرفارة ولا اذا كنتي عاول انك تزول داك الزجاج وتخلي البيسي محلول يعمر غبرة حاجه من جوج وسيرتو في الصيف دونك uh, كتجيني انا بواتي بلا حتى فرفره اي لوجيك بصراحه أب... باد تشويس دونك آه. هاد البيت هذا غادي يتعيني ورا سوري كونفيك uh, ماشي ماشي ايكيليبري صراحة uh, okay. اوكي دا دونك دابا غادي ندوزو لكينغدم سولوشينيكس كيكذب سولوشن ماشي كيكذب سولوشن اكس حيت فهمتي انا يعني اصدقاء ديالو داكشي عليها كان دلهم شويه اوكي دونك آه غادي نشوفوا آه شنو عندهم هنايا بي سي جيمر بي سي جيمر بازيك بي سي جيمر ستاندر ا ام دي بي سي جيمر اند دونك بي سي جيمر بازيك يكونو داك لي آه آه لي بي سي لي لي نوعا ما واعرين دونك ما كان كان يلاه داك صحيحتك يا وليدي شوف هاد بي سي هذا 22 درهم فاصله <تصفيق> <تصفيق> لا لا هذا جوج لا مليون تما دونك غادي نشوفو لا جيمر لا إنتل، لا لا نشوفو ديك الساعه لا جيمر لا لا ام دي دونك آه اي 5 اي 3 10100 4 ماشي ماشي شي حاجه زوينه بزاف صراحه عندهم تا اي 5 9400 اف مي بون هذا هذا زوين هذا زوين اي أه 3 10100 رغم انه فيه اربعه ديال الكورت من ديال بروسيسور نوعا ما زوين زوين بزاف هذا نور... هذا ال 10100 غادي يكون جو بونس احسن من احسن أه من اي أه 7 أه 4 جينيراسيون احسن من داك اي أه 7 أه 4700 4770 داك ايسات 4770 هذا يكون احسن منه دونك ندخل نشوفوا بعد هذا ديك الساعه نشوفوا نشوفوا ديال اي ام دي دونك اون آه ما تخلعش ما تزعزعش هذا لو بري حسب حسب لي شوا ديالك دونك 6100 6100 اذا كنت غادي تعمل هذا البواتي هذا تخي واعر اصاحبي دونك هادي آه لارم ما عملنا ننساو لارم دونك نزيدو مثلا 8 جيجا ديال لارم 3200 آه رغم ان هاد البروسيسور هذا ما غاديش يستافد من ديك 3200 مي بون جو بونس هادي هي اللي عندهم في ستوك آه و لو بري ديالها نوعا ما طالع 3200 دونك تقدر تدبر رخص آه 3200 الا كانت 7500 تقدر تدبر شي وحده 2660 بشي 600 درهم هكاك 650 تقتصد عليك مثلا 100 درهم صافا مي بون آه, سلف سلف و 860 خ... بهادي بهاد البوتي هذا باي ذا واي كي كيجي كي هنا كيجي بلاستيك آه, ما كيجيش هادي ماشي جاجه بلاستيك بليتو بالنسبه للسايكلون بالنسبه للبولت كذلك السايكلون نورمالمون غالي على البولت اذا نقصنا مثلا بغيتي تعمل شي حاجه ارخص ما كاين غتعمل لها يا جيك 6000 6760 ام اس اي اش 410 برو تيم جروب اس اس دي اتش دي دي 500 دونك uh, 400 ام لما تنسيا جيت واحد تيرا 8 جيجا في الرام 1050 تي اي اذا بغينا نعملو uh, نعملو حنايا بي 9 ديال 1650 ار uh, جي uh, هادو هما هنايا الكولر اللي الكولر كي, اللي كي تركب. Donc, نعمل احنا ارخص كولر ماشي مشكل كولر uh, um, حاجه رخيصة على هذه نعملها انا كولر ماشي شي حاجه انا قلت لكم كولر طرف الحديده كتلصق فوق البروسيسور كتركب في فرفره السلام عليكم الراحه والسياح كاين هذا مي بون هذاك هذا كيجيني نوعا ما باسل انتيك احسن كاليتي دونك ها انت ب 7000 و 7300 ب ب اي 3 ب اي 3 اي 3 10100 وبال 1650 هذا لو تقريبا لو بري ديال لو بي سي اللي كنا جبرناه في الترا مي هذا 100 اس هذاك بال اس دي هذا هو لافونتاج اه... تقريبا نيتو غير ديال كينغدم سولوشن لافونتاج اللي كاين اه... اللي كاين فيه الاس اس دي مي هذا كذلك عاوتاني ديال الترا بي سي عنده ان افونتاج ان البروسيسور ديالو في لي كور 12 الوغ كو 3 فيه 4 ديال 8 ديال

اوكي كيوصل بروسيسور باز كيوصل حتى 3.6 ماكس تيربو فريكونسي كيوصل حتى 4.3 نايس دونك فريكونس دو باز ديالو تقريبا هي هي الماكس هي البوست هي البوست اللي غادي نبوستيو فيه حنايا البروسيسور مي بون اذا بوستينا مثلا بحق اذا خدينا لا كونفيك اكزاكتومون كما هي هايده هذا احسن سورتو اذا كنتي غادي تاخذ نورمالمون انت تاخذ بي سي ب 7300 درهم غادي تاخذوا الجيمنج ما غاديش تاخذوا ستريم ها... اذا في الجيمنج هذا احسن علاش لان عنده اون فريكونس دو اون فريكونس دو باس 3.6 ومي كيت بوستا وكما كتعرفوا البوست ديال انتر احسن نوعا ما نوعا ما احسن من البوست ديال اي ام دي دونك اون جينيرال هذا ديال ديال انتل احسن لان عنده عنده ام... ان سيستيم دو بوست زوين بروسيسور ديال دونك اذا كان اي 3 10400 جو بونس اي 3 10400 10400 اف ناقص عليه شويه متاكدوا ما ناقص عليه والو هو هذاك اي 10100 فيه ان فيه ان جي بي يو انتجريت و 10100 اف ما فيهش ان جي بي يعني اذا مثلا مثلا هذا اذا كان اكزاكتومون بحال سوري اذا كان اكزاكتومون هذا البروسيسور هذا فتقدر تخدمو مثلا بلا كارت جرافيك اذا مثلا شي نهار رجيتي بغيتي موديفي كارت كرافيك ولا شي حاجه تبيع وتبقى خدام في البيسي ديباني به حتى تجيب اون اوت كارت كرافيك الو اذا كان 10100 اف لا 10100 اف ما كيخدمش بش... خصو ضروري ان جي بي بش... يو معاه باش يخدم اوكي دونك آه... آه حتى الان آه... شخصيا كيجيني هذا لو ش احسن هذا آه بيسي جيمر انتل اي 3 10100 احسن ش حتى الان بروسيسور نوفيل جينيراسيون ربعه ليكور ديال ثريت تربوس طالع آه... اس اس دي اش دي دي 8 جيجا 3200 هذيك غندوزو غنعملو عين فهمتي نعملو هذيك كداز دونك دونك حتى الان كاين جوج ديال لي شوا اللي غادي نختارهم هذا 7300 درهم وديال حتى الان ديال الترا بي سي هذا بي سي كيمر الترا بي سي رايزن 5 جينيراسيون جوج ماشي جينيراسيون جوج هذا جينيراسيون الاولى واخا واخا 1600 اف

يعني فهذا تقريبا في هذا تقريبا بحال اللي تاخذ رايزن 5 2600 وصافي سورتو اذا اوفر كلوك كيف بحال اللي خديتي رايزن 5 2600 لان اصلا رايزن 5 2600 تا هو مبازي على نفس الجينير على نفس الاركيتكتور اللي هي زينتو دونك زين بلس سوري هذاك رايزن 5 3600 اللي مبازي على زينتو اوكي دونك سير بحال هكا دونك هذا لو بروميي شوا غادي ندوز نشوفو لي بي سي ستاندار ديال ام دي اوكي هاد لا كونفيغ غير ب 5000 درهم من برا ايوا صاوبها اخويا شكون زول لك مالك اصاحبي ما مع شكون زول لك صاوبه اخويا سير اخويا صاوبه انا كنهضر انا كنعطيك غير كنشوفو هادي كاينه في المغرب برا انت يا كاوري باباك سميتو فرونسوا اولوند على لي ميريكان دلا تور ايفيل فازي فواياج برون لي بيسي اشتي 5000 درهم تخي بون بخي او ريفوار تحمقش راسك OK donc d'abord on va voir le deuxième choix euh Ryzen Ryzen 3 3100 Ryzen 3 3100G هذا c'est un processeur graphique intégré donc on a fait chez la carte graphique donc on a اصلا قلنا نشوفوا les PC اللي فيهم un processeur ou فيهم une carte graphique euh OK donc euh on va voir quand on va commencer par un prix de نوع ما ناقص Mhm نعملو uh, لي رام 3200 دونك لان ريزن 3 3100 غادي يقدر اختل... غادي يحتاج غادي يحتاج سميتو غادي يحتاج سميتو غادي يحتاج يحتاج فريكونس طالعه ديال ديال دونك سافا اها ايرو كول ايرو كول لوكس 5550 خمس... 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 واط ا اكس او بي سي 12 فولت 80 بلس اوكي دونك هذا دا... هذا شوا زوين صراحه كيما شوا زوين 6000 و 100 حتى الان ب 1600 ب 1050 تي اي دونك بيان سور تقدر تنقص مثلا اذا كنت <تشفت> عندك ان بودي ناقص تقدر تاخذ مثلا 1050 تي اي في بلاصه ما تاخذ 1650 رغم انني من الاحسن انك تاخذ 1650 دونك لان نوفيل جينيراسيون كذا غوبتير دو ستوك دونك هذا ما بقالهمش اخر كان باقي لهم علاش ما بقات لهمش الديال ما بقات لأ هذاك المهم هذا الطلاق غير بشو دوستوك مهم حنا ناخدو ايدي جينيرال وصافي السايكلون أه سايكلون نخليو سايكلون كارخص بواتي ولا كاين البورت مثلا بغيتي تزيد تنقص حنا نعملو فهمتي حنا مثلا البواتي ما غادي لنا حتى شي حاجة نعملو البورت مثلا بورت رخيص غنخليو الام اس اي بي 450 اي برو أه لا غادي تبقى بي 450 اي برو أه.

ايرو كول بولت ام اس اي Pro Max برو ماكس تا جيجا دونك 3 16 جيجا في و جيجا في مع مع جي فور جي تي اكس دونك هذا عاوتاني احسن يما ما هذاك شفنا قبل ديال انتل دونك اللي بغى يرجع في التايم لابس شي حاجه فهمتي في التايم لابس يجبر غادي يجبر ديال انتل دونك هذا احسن ديال انتل رايزن 3 3100 تقريبا بحالو بحال رايزن بحال بحالو بحال انتل اي اه هذا فيه 16 جيجا في العرام. دونك القضيه جو بونس اللي هي, هي رخصنا في في في, في الكارت مير الكارت مير ديال ام ديال ديال نوعا ما رخيصه دونك هو اللي خلانا اننا نطيحو شويه دونك 7400 تقليمي بي سي مخير تقيمي تستريمي نو بروبليم تستريمي به الالعاب نوعا ما ميديوم بحال مثلا فا فالورانت فورتنايت الالعاب ديال الالعاب ديال ايميلاتور بحال فري فاير و واخواتها وداكشي حقاً هذا غير بيغدو ستوك ما كانش. دونك اذا اذا عملنا اذا خدينا بالفاكت ديال ان هذا البيسي هذا ما كانش. دونك ديال انتل دي هاد هذا هذا ديال انتل كيبقى احسن شوى اوكي انت ماشي بروفيسيونيل في هادشي يا سوري وا خويا آه، هادشي اللي عطا الله اخويا اجي قريني انت يا ردني ب... وانت بروفيسيونيل انت اللي كتقول هاد الكومونتير مع خونا زعما في اللايف ديالو كتقول له كتقول له انت ماشي بروفيسيونيل واش بغيتي مثلا بروفيسيونل شنو بغيتي يكون مثلا ال... يجيب لك اه صاحبي لا الله <ألعب> الناس صاحبي برا صاحبي ماشي برا نشوف اف 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 ما عرف اف اف الجريعة ولا هاديك كيشجعو بعطياتهم كدا كدا وهادي وهادي ويجي واحد يقولك لا خويا انت ماشي بروفيسيونيل سوري وات ذا فاك برو يقول لك انت ماشي بروفيسيونيل فهمت صدق اخويا انا ماشي بروفيسيونيل اش داخل اخويا كتفرج فيا اش جالس اخويا كتكومونتي لي في اللايف سير الله يعاونك سير شوف لك شي واحد بروفيسيونيل يلا سير سير الله يعاونك سير اوكي دونك هادو هما اللي هادو هما اللي هادو هما عارف عارف ان اش كايتولو اش كايتولو عارف ان هادشي عندهم محسن في لي زوتر سيت عارف ان هادشي كامل اللي عندهم محسن مي انا لا قريتو تيتر ديال اللايف كاتب بلي انه عامل غادي نقلبوا على ارخص بيسيات مثلا اللي كاينين في لي سيت ماروكان دونك كنقلبوا على ارخص حاجه عارف لان كاينه ما احسن مي بون أه. دونك كنقلبوا على ارخص حاجه حنا بعد لو بري مثلا بواحد الباجين اللي عندنا اللي هو ما يفوتش 8000 درهم 7500 دونك حتى الان جبرنا دي شوا صراحه زوينين بزاف <سؤال> <ده> ده جبرو دار فليك موتر جبرو قد الله باغي دير بيب سيت في دي بي سي خارين هو هاها دابا هذا اللي تجبرو كيهضر في لي كومونتير تجبرو قد هاكا والله الا تجبرو قد هاكا تفل عليه يغرق والله <صصف> الا تفل عليه يغرق الحرب هاد شت المغرب هاد والله حتى العرب اخويا نبح مع راسك حتى تقول اللي بغيتي عاود <هصف> ال راسك والله ما تسوق لك تما تبقى تنبح لخويا كي الكلب كل اوكي دونك غادي نشوفوا دابا غادي شفنا شفنا كينغدم سولوشن غادي ندوزو نشوفوا بيتا انفو شحال دوزنا دي سيت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة باقينا لي سيت صراحة باقينا باقينا أربعة لي سيت هادو دونك غنحاولو باش ما نطولش هادشي بزاف غادي نحاولو نشوفو حتى الآن جبرنا دي شوا صراحة لي زوينين بزاف اوكي دونك غادي نشوفو أوه. اخويا ما كنتسوقش لبنادم بنادم فهمتي محساد اخويا يعني في المغاربه ما كيبغيكش ما كيبغيكش يشوفك احسن منه ولا ولا زايد القدام ولا طالع نيفو ولا شي حاجه فهمتي حتى كيشوفك حتى كتوصل عاد كيبقى يعبدك فهمتي انا ما كنتسوقش لبنادم اصلا الصاط فهمتي كنخلي <applause> بنادم ينبح تما <applause> تيقول لي بغا انا كندير اللي بغيت هو اللي داخل يتفرج فيا ماشي انا اللي داخل عنده دونك هي لو في <applause> انه داخل يتفرج عندي راه راه من الداخل ديالو عارف بلي انا عامل تاثير <applause> عليه دونك هذا هو لو تشو فاكت هو مادام يدخل يتفرج راه عارف بلي انا عامل عليه تاثير ومادام انا عامل عليه تاثير دونك انا راح احسن منك ماشي انت اللي احسن مني ماشي انت اللي تجي توريني كيفاش نخدم دونك فهمتي جو بونس ان لو ميساج غادي يكون ها مغاربه محساده الصات من الاخر فهمتي مغاربه محساده ما كيبغيكش الصات فهمتي ما كيبغيكش تكون حسن منه ولا تكون نيفو كدا ولا شي حاجه رغم انني في جو بونس الوحيد اللي كيعمل هاد هاد لو ستايل ديال لو ستايل هاد لي لايف بحال هكا وكيهضر مع بنادم كيتكونتاكت مع بنادم ما كاينش شي واحد في المغرب كيعمل هاد الستايل هذا وكيعمل بحال هاد بحال دابا كيسحب لك نتايا انا راه فهمتي را راه راه الغدا خليتو ما انا ما نخسر والو والله ما نخسر شي حاجه شد لايف ومشي نتغدى لي مع راسي نجي نتفرج ليا شي, شي سيري نشوف شي وحده تيتيزا فيها شي سيري هيدا تكون شي سويدية قوقه نريح مع راسي نرجع الكرسي اللور ونتفرج حق حنايا كنبغيو نعملو زعما نطلعو شويه نيفو بعد الشي هذا بحق المغاربه ديالنا فهمتي ضروري فهمتي ما ماشي امبوسيبل ما انت واحد القاعده في الحياه امبوسيبل تعجب كل شيء واخا تعمل اللي عملتي فهمتي دونك انا علاش غنتسوق اصلا باش نعجب كل شيء دونك انا كنعمل الخدمه ديالي اللي بغاني على الراس والعين ما كان حتى شي مشكل كان من لايف كنجاوب فيه على الاسئله داك الشيء دابا هذا اللايف هذا كنعمل نعمل فيه هذا الموضوع هذا لان اذا بقيت كنجاوب الاسئله ما نقدرش نكمل الفيديو ولا ما نقدرش نكمل ما نقدرش نكمل السوجي اللي عملنا عليه اللايف دونك كنحاول اني ما امكن اني نركز على اللايف اللي بغى يهضر يهضر انا كنعمل الخدمه ديالي اي فوالا خويا ياسين والله كون كنت <applause> اخويا كون كان سميتي شي ايلون ماسك ولا ما عرفتش سميتي ما هذاك تا نفرق الشباب البيسيات شنو هو خصك رايزن تسعة 9... خمسة الاف وتسعمية اكس هاك اخويا الرجولة فارت شنو سميتك طان اخويا القضية على قد الحال وصافي والله العظيم كون كان زعما عندي شي سبونسور هاكا شي سبونسور صحيح والله اخويا في ما تجبرني ضرب في ما تجبرني في تجبرني ضرب شي شي مونبر ديال لي زابون ولا شي حاجه نعمل giveaway زير كيفو صاد giveaway كيفو كيفو حقا عاوتاني ما نقدرش عاوتاني فهمتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تقدرش عاوتاني تحيد الحاجه من الجوع ديالك باش ديرها كيفو اوي رغم انني ما خدام حتى الان باقي ما يلا تخرجنا باقي ما فهمتي شوي الشوماج بحق شوف ديك لك الشوماج دو بس بيسي جيمر كاين الالعاب زايا فهمتي دونك دابا باقي الشوماج الحمد لله اذا ان شاء الله اذا دازت القضيه اذا دارت دا القضيه شويه وتحركت لاشين داكشي يعني ها آه نقدروا ان شاء الله مع الوقت نعملوا نعملوا دي كيفي علاش لا ونتهلاو في الدراري باي ذا واي كاين واحد عندي باقي عندي واحد كلافي كنت عملت عليه ريفيو هذا دا... هذا ان شاء الله تا هو نعمل له شي كيف باقي عندي ما استعملتوش من نهار من نهار اللي عملت له الريفيو عملت له الانبوكسين ما استعملتوش كلافيو الطابي ديالو ان شاء الله نحاول انني من من نوصل ل 15000 نعمل شي جيف واي بعد كلافيو نزيد شي نزيد شي حاجه اخرى من عندي انا دونك نحاول نعمل على إيه الاقل يربحوا شي جوج ولا ثلاثه الناس باش فهمتي اي واحد شارك الله باش اي واحد شارك يكون عنده الحدود انه ي... انه كنقول لكم ملي كنبقى نقرا لي كومونتير حنا بعدنا على الموضوع بزاف اوكي دونك نرجعوا دابا هذا حنا في لو ديال بيتا انفو دونك 8200 8300 قلت تقريبا رايزن 5 2600 ستوكاج 1 جي, 1 تيرا جي بي يو انفيديا جي دي اكس 1650 سوبر رام 8 جيجا دي دي ار 4 بي سي يو 5500 واط 80 بلس برونز نوكس اتوم اتوم ديك النوكس هم. هي هذه صافا دونك رام 16 جيجا اكستنتد مثلا اذا كنا دابا هاد البيسي صراحه ما صالحش ان ما صالحش شي واحد ياخذو الا اذا كان غادي ستريم دونك دونك euh, uh, في بلاصه ما ناخذ مثلا اي ام دي رايزن 5600 المهم هاد البيسي هذا صراحه لا ياخذو ياخذو شي واحد اللي ستريمي ماشي اللي غادي يلعب دونك هاد الثمن هذا سون اس اس دي لا بغيتي تزيد اس اس دي تزيد 300 درهم لا بغيتي مثلا اه, تعمل هذاك فغادي تزيد هاد الجيك تقريبا 9100 درهم اذا زدنا مثلا شي 50 درهم ديال الترونسبور دونك هاد هاد الـ هاد البيسي هذا مش ما دخلش في الكاتيجوري ديالنا لان طالعت البري ديالو طالع دونك حتى الان ما جبرنا شي حاجه بالنسبه للبيتا انفو اللي قل من 8000 درهم ولا في داك الدومين ديال يعني واخا تكون فايتات فون فايتات 8500 درهم مي بون اه 8 جيجا بحال هكا 8000 درهم هكا بري زوين مي بون ما غاديش 8 جيجا ما غاديش تقال تقدر تستريمي وانت واخد واحد بروسيسور اللي زوين 1000 اه رايزن 5 2600 واخد اه انفيديا جي تي اكس 1650 سوبر لي كارت كافيك واعره زوينه بزاف غادي تقدر تخليك انك تلعب بحال مال دو جو تستريميهم وبروسيسور كداك حتى هو قوي دونك فهاد القضيه هادي ثمن زوين صراحه ثمن زوين لان اذا جينا نشوفو ب 8200 8200 هنايا يلاه واخدين يلاه واخدين 1650 عاديه بنفس لو بري تقريبا ولا قل لو بري واخدين اي اي 3 10100 هنايا واخدين لو ميم بري تقريبا واخدين سميتو واخدين اه رايزن 5 2600 6 د ديال ثريدز و انفيديا جي تي اكس 1650 سوبر ما من الموديل مي بون 1650 سوبر اوتوماتيك محسن من 1650 دونك فهمتي هاد البي سي هذا ما غاديش نحسبوه لان ما دخلش في البادجي ديال دونك البادجي نوعا ما طالع هذا طالع غادي نشوفوا لي بي سي جيمر ديال انتل بالنسبه انتل بيلد اذا كانت عندهم شي حاجه هذا اه بري بيلد هذا بوتي سامبل ما فيه شي بوتي جيمر اي 3 صراحه كيجيني ناقصه شويه ها هو 8300 جو بونس بانتل غنشوفوا هذا 8300 واش داخل في البادجي ديالنا ها انتل لا انتل كور اي 5 9400 اف لا كنا شفنا ديال حسن دونك بوغ ارخص كونفيك <applause> زوينه صراحه مي ما دخلتش في البادج شوف ماشي لو بري طالع لو بري ديالها هو اكزاكتومون هو هذاك لو بري مي بون ما دخلتش في اذا جينا ما فهمتي آه ما ناخذش انا كونفيك ب 8000 وهذيك وناخذ فيها 8 جيجا دونك نحاول انني نقص دابا مثلا في بلاصه ما ناخذ اي ام دي رايزن 5600 غادي ناخذ مثلا هذا ناخذ رايزن 5600 ونبدل هذا البوط هذا الكارت مير ونجيب شي كارت مير نقدر اوفر كلوكي فيها ويرجع عندي ون كلوكي ويرجع عندي ان بروسيسور بحال اللي عندي او اون ميم طون انني نستافد من او ميم طون انني نستافد مثلا ناخذ 8 جيجا اخرى ولا شي حاجه دونك مي بون سافا كيبقى شوا زوين اذا كنت تاخذو بحال هكا شوا زوين بري واعر 8200 يعني وميتين يعني مثلا يا تاخذ هذا 1550 سوبر داكشي تاخذه ب 8300 تقريبا واذا جينا مثلا بي سي جيمر زدنا اه زدنا مثلا هنايا ولا تاخذ مثلا هذا زدنا 500 مثلا 710 710 زدنا عليها 600 اه هي 7700 يعني 7700 اه اه 7740 درهم تقريبا وقيله ولا 7720 درهم دونك واذا بدلتي واذا بدلتي مثلا مادر بورد اذا بدلتي مادر بورد ف م... لا جو بونس في البيدجي ديال 8000 هذه احسن وخايب 8 جيجا في البيدجي ديال 8000 هذه احسن هذا حسن 1650 سوبر مع رايزن 5 2600 تاخد 8 جيجا في الاول من بعد عادك تاخد شي 8 جيجا اخرى ولا 100 اس اس دي اذا زدتي اس اس دي لك 8500 درهم تاخد كونفيك زوينه بزاف صراحه كونفيك زوينه 800 جيجا بكل بي سي 550 80 بلس برونز بواتي زوين نوكس ات نوكس هومر اتوم واعر بواتي واعر رغم ان تا هاد البواتي هذا ديال كوغار آه بواتي واعر مي ميكرو اتي اكس بواتي صغير نوعا ما دونك آه. هذا كيجي بواتي كبير ما عرفتش هذا واش فيه القدام ديالو ار جي بي ولا شي حاجه انتاكدوا شمن بواتي عاملين نشوفوا آه لا جو بونس فيه الار جي بي اذا ما كذبتش شوفوا واش في القدام ديالو فيه ار جي بي لان انا كنحاول ان ناخذ فهمتي ماكسيموم ديال لا فيه القدام ديالو فيه ار جي بي وقيلا ياب وهذا القدام ديالو فيه ار جي بي اه ها هو بحال هكا اللور ديالو فيه ار جي بي دونك بوطي زوين صافا دونك الناس اللي كيبغيو كيعملوا في بالهم الاستيتيك المنظر ديال البي سي دونك هذا زوين صراحه حتى هذا زوين مي بون قلت لكم هذا في البرايس رينج لان تقريبا بيناتهم 1000 درهم الاخوان اذا اذا خلينا لك اذا خلينا لا ميم كونفيغ كيما جات هكا فتقريبا بيناتهم 1000 درهم دونك 1000 درهم كيبقى نتايا لو شوا ديالك دونك هذا ارخص واحسن بيسي تقدر تاخذه مثلا بالنسبه لو سي ديال بيتا انفو أه ندوزو 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 لو كوين جيمر بيسي موين شوفوا لي بيسي موين ديالهم الله زعما خلعتيني زعما اذا خرجتي نتايا صافي غنبقى عن... انا انه نول... سير يا صاحبي تخسر بالبال اللي عامل قبيله تكون با ولا كل اللي غلبت معاهم كاملين غلبت اه تغلب انت سير سير اوكي دونك غادي نشوفوا هذا انا عامل لايف سير ماشي مشكل تحرك اوكي كاين شي عارف تطلق

اوكي دونك نرجع نرجعو اللايف بي سي جيمر هذا جو بونس uh, 18... لا مثلا اذا زولنا خلينا هذا اس اس دي اس اس دي دسي اس اس دي 300 ديال 300 اس اس دي 8500 درهم دونك ب 88 جيجا غادي ندوزو نشوفو هذا هذا جو بونس فيه جي تي اكس 1650 بي سي جيمر رايزن 5 2600 16 جيجا رام جي تي اكس 1650 ازوس بي 450 1 جيجا فولكان اس هذه ما صالحاش لان رايزن 5 كيقدر يسيبورت حتى 3000 علاش انت 2666 عاوتاني مالك شني قلت لك هادو ما بلبلتونا صح علاش ما كنبغيش نطلق الله في النار؟ لا خويا فلاش ما عندوش السوفت وير ديالو كيشوفك هيدا كتلبس عليك تقول عود لعب كونغ فو

3000 ميجا هرتز دونك علاش 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 من علاش تنقصوا من سميتو علاش تنقصوا في سميتو الفين و سمي و دونك هذه نون القضيه هذه عندك بروسيسور عمل له دي رام اللي تقدر تستافد من داك القوه ديال الفريكونس ديال داك البروسيسور كامل مع لي رام ديال دونك اوتوماتيكوم ما عندك لاش تبطل نكيبات هي ما غاديش تبطل نكيب وما غاديش تلاحظ فرق مي بون في المستقبل تقدر تلاحظ الفرق لان 3000 لان راه الفرق تقريبا بيناتهم 400 ديال ميجا هرتز دونك من احسن انك ما تخلي البروسيسور ديالك يخدم في اقصى الحالات ديالو باش يخدم في اقصى الحالات ديالو اوكي سوري باش يخدم في اقصى حالات ديالو خصها تكون آه لارم فيها 3000 ميجا هرتز اوكي دونك 1000 هارد دي دي 120 اس اس دي ايروكول 550 80 بروس نوكس انفيني تي نيون مزيونين هاد البوطي هادو خدمت بهم با مال دو فوا و عليهم بزاف و جي تي اكس 1650 دونك آه, 8300 آه, 16 جيجا آه, 120 مي بون آه, فيها ال 1650 دونك آه, كنرجعو نشوفو آه, اذا زولنا مثلا اذا خلينا هكاك بلا اس اس دي 8200 غادي تاخد بها 2600 وغادي تاخذه بها ال 1650 سوبر في نظري يحسن من انك تاخد هاد الكونفيك هادي جو بونس هادشي اللي بان لي انا اوكي أه نشوفوا واش عندهم شي حاجه ارخص حاجه كاينه اخرى نوب 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 باش تانية. نوب نشوفوا الباج الثانيه واش عندهم شي حاجه رخيصه نوب 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 اوكي ما عندهم حتى شي حاجه دونك ارخص حاجه شفناها هو هذاك ونوعا ما أه, كاين لقينا ما احسن دونك ندوزو اكسترا جيمر لي أه زورديناتور بي سي جيمر شوفوا لي بي سي جيمر اللي عندها اكسترا جيمر اوكي أه... <applause> اوكي ناقص 800 ناقص 1000 درهم الرمز ما انا دير الرمز ديال ناقص 1000 ما كتعجبنيش ناقص 1000 خليها امازون فهمتيني ناقص 1000 خليها على امازون لان امازون كيبيعو كيجيبو كي داكشي من السورس ديالو اما تجي تقول لي نتايا في المغرب ناقص الف درهم وكيفاش اخويا ناقص ديك الف <applause> كيفاش اخويا ناقص لنا الف درهم علاش نتايا ما غاديش تربح معايا اوكي غادي نشوفو اه اي سانك ربعة الاف وتسعمية ام اس اي اش تلتمية وعشرة دلتا هاديك تلتالاف وستاش جيجا اوكي اليمونطاسيون كل الماستر 600 الواط بوتينوكس هيمر ام اس اي اس اس دي 256 اتش 500 جي تي 1650 هذيك زوتا زوتا كولا جيجا بايت ويندوز 10 غارونتي بروميير ناقص 1000 درهم دونك 8500 درهم ب 8500 درهم اها صافا 8500 درهم مي بون كيبقى هذا بي سي جيمر بيجينر ديال بيتا انفو حسن هذا كيبقى ان شوا احسن من هذا واخا هذا في واخا هذا فيه الاس اس دي وفيه داك الشيء مي بون اه 8500 اذا زدنا اس اس دي احنا عملنا اس اس دي 8500 دونك احنا عملنا اس اس دي واخا 8 جيجا وهذاك في 16 هذا فيه 1650 سوبر دونك بيرفورمانس اه حسن من الاخر فهمتي هذا في رايزن 5 2600 6 ديال الكور 12 ديال الثريدز آه هذا يلا فيه 6 ديال الكور 6 ديال الثريدز دونك اوتوماتيكمون كيبقى هذا هو اللي رابح في هذه الكاتيجوري دونك اذا كنا في الكاتيجوري ديال 7000 غادي ناخذ ناخذ هذا هذا ولا ديال هذا اللي كنا شفنا ديال اي 3 10100 في كينغدم سولوشن ناخذ هذا ديال الترا بي سي في لا كاتيجوري دي ديال 7000 في لا كاتيجوري ديال 8000 ناخذ هذا كاين شي حاجه حتى الان منافسه غادي نشوفوا واش واش اكسترا جيمر عنده شي حاجه تقريبا بحال داك الموديل بنفس الثمن ها هو مي بو هذا ب 1650 هذا كيبان زوين ما عندهمش خمسين سوبر نشوفو هذا اه... بي سي جيمر رايزن خمسة تلت ألف وخمسمية إكس راه تلت ألف إكس راه كاين ماشي ما ماشي غلطو راه 3500 ألف إكس كاين راه سي أن موديل خرج في تشينا ما خرجش بزاف دونك أوتوماتيكمون هذا جابوه من يا اه... يكونو جابوهم علي إكسبريس يا اي يكونو من شي بوتيك شي ستور في علي إكسبريس لهم هاد لي بروسيسور هادا بونس با بغل... اه... اه... يمكن يكون جديد يمكن يكون أوكازيون نو no ايديا آه راني نشوفو المهم باش تقلو. لان هذا كان ما كانش فهمتي هذا ما هذا الرايزن 5 3500 اكس ما للعالم كامل تسوقي في تشين ما في شي سيت اخر من غير علي أو ولا شي سيت ديال تشين ولا شي حاجه هذا الطوم آه, بي 450 مع توم هوك بي 450 توم هوك مع مع ها هو, هو. صح هنا هو ام دي رايزن 5 3500 اكس بحالو بحال رايزن 3600 أه فوتوكوبي تا هو زين جوج مي بون الفريكونس ديالو طايحه ما أه طايحاش بزاف فريك أه ماكس بوست ماكس بوست ديال أه ديال ديال رايزن 5 3600 4200 والماك بوست ديال 3500 أه اكس 3500 اكس زول هذه اوكي

1500 درهم جو بونس بلا بواطا وبالبواطا ديالو 1000 قل قل تقريبا 1800 1800 زيد عليها الشيبينغ اه 2100 2100 اه الديوانه غادي اه كيتقام غالي مي بون يتقام غالي اذا جبتي بياسه وحده اما اذا جبتي بزاف ما يتقاش عليك غالي باي ذا واي اوكي دونك اه نشوفوا رايزن 5 3500 اكس 8000 درهم هذا هذا مي بون هاد الاي ام اس اي ا 320 اي برو علاش اصاحبي البروسيسور اصاحبي من اوفر كلوكيد اكس بوستي ما عندك لاش تجيب بحال هاد الاي ام اس اي هادي حشومه تجيبها في عن بروسيسور بحال هاد دونك مثلا بحال هادي 8000 درهم هذا 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 شوا زوين هذا هذا الشوا هذا احسن من احسن من احسن من هذا صراحة احسن من احسن من بيسي جيمر ديال بيتا انفو هذا بروسيسور رايزن 53500 اكس ستاد لي كور 12 ثريدز كما شفتو بوستي على الفريكونس ديالو الكور كلوك ديالو طالع على فين واه كنا كنقلبو الكور ديالو طالع على ريزون 5 2600 دونك واحد لافونتاج الاولاني هادي زول عليا حيد عليا غادي هادي تزيد واحد 100 درهم ولا 150 درهم وعمل في بلاصه ديال ام اس اي ب 450 اي برو نايس كور سيرفنجنس 16 جيجا 3100 ميجا هرتز نايس لان جينيراسيون سكاترون الثالثه جينيراسيون ديال رايزن كتسيبورت حتى 3200 مزيانه وماشي 3200 هرتز 3200 ميغا هرتز اليمونطاسيون كولر ماستر 600 واط ليد بلو نايس بواتي كولر ماستر و اي 320 معرفتش هاد هما كاز هنا عاملين نيو وهنا عاملين بواتي كولر ماستر اي 320 ما عرفتش اس اس دي 256 ميغا ام دا 2 نايس جي تي اكس 1650 ويندوز 10 غاونتي دونك هذا هذا كيجيني لا فالور ديالو اون كاب سي حسن من هذا مي كنظن مي حسن من هذا لان في ان بروسيسور اللي قوي على هذا زينتو هذا سي بروسيسور زين واحد رغم ان هذا في 1950 سوبر الوغ كو الاخرى فيها 1950 دونك هنا كيبقى انت الاختيار ديالك مي بون هذا في 16 جيجا في ام داتو حق سون اتش دي دي وهذا في اتش دي دي هذا في اتش دي دي سون ام داتو بي 1000 جيجا سون اي دات دونك هنا كيبقى لي يا تاخذ مثلا دونك انا نقول واحد القضيه الناس اللي غادي اللي غادي تبازو باش ياخذوا ام بي سي اللي غادي يخدموا به وشوف هنا كتبين 450 ام هناك كتبين ام اس اي ا 320 برو دونك فهمتي علاش عطيتو انا 70% في الاول دونك فهمتي ماشي <applause> ماشي تل تما مي بون شنو كنت كنقول اه اذا كنت نعطيكم مثلا باش نقضيو على الفرق اللي كاين بين هذا وهذا آه مثلا هذا آه حنا نخليهم بلي بري ديالو مثلا بحال هكا نجيبو هذا اه باش يبقاو نبدلو هيدا هيدا دونك äh هنايا آه هاد البيسي هذا غادي نصاحبه الناس اللي غادي يلعبوا كثر من انهم غادي يخدموا قدروا يلعبوا فيه ياخذوا ام بي سي اللي غادي يقصروا فيه اكثر من انهم يخدموا فيه وهذا غادي ياخذوا الناس اللي غادي يخدموا في البي سي اكثر من اللي غادي يقصروا به دونك هادو هما ليش... لي دو شوا دونك لي دو شوا في 8000 درهم في الباج ديال 8000 درهم غادي يكونوا جوج هاد البي سي هاد جوج ولي شوا اللي غيكونوا في 7000 فما قل 7000 7200 حتى 7400 هكاك غيكونوا هاد لي دو بي سي ديال واحد من الالترا بي سي واحد من سكين سولوشن واحد من بيتا انفو واحد من اكسترا جيمر Okay, no, اوكي دونك غادي ندوج نشوفو اخر شوا بالنسبة اخر شوا بالنسبة لي سيت لي هو بطوطا آه سوري آه, آه, سموكر <hesitation> خمسة ألف و خمسمية إكس في غير ستة لي ثريد ما الهايبر ثريد ما ديتش ما جبت انا كانت هذه القضيه هذه